تصدعات وخسوف في جسر داقوق بمحافظة التأميم أدت إلى شل حركة السير على هذا الجسر وجعل المركبات التي تمر فوقه عرضة للحوادث. هذا الطريق مع الجسر هذا صار له تقريبا سنتين، يعني هذا من هنا جاي يعني واقع هذا، وهاي الصفحة اللي من هنا باقية بس هذه، يعني من تنقطع ينقطع الطريق، ما يظل الطريق يعني تحصل من عنده. سنتين عاطل، سنتين نازل، وما حد سدوا الطريق وما حد وصله. تحولت السيارات على السايدة الثانية، السيارات الحمل من كثرة خافوا لا ينزل. ايش سووا؟ سدوا الحمل خلوه يعبرون، هسه بس الفارغ يعبر، أكثر من 20 طن ما يعبر. الفيضانات المتكررة وغياب الصيانة بسبب الإهمال الحكومي سببان جعلا الصدوع في جسر داقوق تتسع إلى أن وصل لمرحلة حرجة دقت ناقوس الخطر، لكن السلطات على ما يبدو لم تسمع صوت الناقوس بعد. جسر ما تقول لي وقف محافظات كاملة من الشمال، هذا الشمال يقطع الشمال من الجنوب، يعني جسر مطرة وحدة وقعت الجسر، هسه هذا جسر من هنا يقولون المي حفر اللي شو اسمه الدنك، جسر كل شيء ما به، يشتغلون بهذا الجسر، هذا الجسر صار له يمكن شهر من وقع لحد الان كل شيء ما به. هذا اهمال صارت، اهمال صارت، لو شغله مدارينه كان ما صار هاي اليوم، تمام لولا؟ فعلى المود هذا الجسر ضروري، لو يكون جسر بعد ازيد بصفه احسن غير احسن، لان شنو يعني اعتبر جسر فد مخفي يعني يسوي لك فد شيء، باشا لا سمح الله هذا وقف تقدر تمشي على ذاك. ولجسر داقوق أهمية استراتيجية حيث يربط محافظات الوسط بالشمال، وكذلك يعد ممرا رئيسا باتجاه تركيا، لكنه أصبح مغلقا أمام نقل البضائع ما أثر سلبا على الحركة التجارية في المنطقة.